ميكانيكي الكمي لطلبة الدراسات العليا الماجستير. تكملة إلى المحاضرة السابقة وللمثال السابق من المعادلات السابقة ناقص 2 A 2 equal to 0 من عدها A 2 equal to 0 ناقصا A 3 equal to 0 من عدها A 3 يساوي 0. إذا بالنتيجة نجد أنه A 1 equal to A 2 to equal A 3 equal to 0. The three factors are linearly independent. ليش؟ لأن احنا قلنا من مميزات ال من مميزات إذا كانت المتجهات مستقلة خطيا أن تكون كل قيم A1 وA2 وA3 إذا كانت A4 إلى آخره equal to 0. ناخذ الفرع الآخر اللي هو B، نفرض بأن A equal to 6 minus 9 0، B equal to minus 2 3 0. السوليوشن مالتها A1 small a factor زائد A2 B factor equal to 0. A1 عندنا المتجه الأول اللي هو A equal to 6 minus 9 0 plus A2 في B factor اللي هو minus 2 3 0 equal to 0. من عدها نجد بأن 6A1 ناقص 2A2 equal to 0. من عدها 6A1 equal to A2، من عدها A1 يساوي إلى A2 على 3. نجد أن المعادلة ناقص 9A1 زائدا 3A2 equal to 0. إذا 3A2 equal to 9A1، من عدها نجد أن A1 equal to 1 divided 3A2. The first factor is equal to minus 3 times the second one. إذا الـ A تساوي لنا كفاكتور تساوي لنا ناقص 3 B factor. So that the factor A1 العفو A و B are linearly dependent. ليش؟ لأنه بالحالة أنه قيم الثوابت A1 و A2 ما وجدناها تساوي صفر، لذلك هو المعتمدة خطيا وليس مستقلة خطيا. المثال الآخر اللي هو A كفاكتور 2 3 minus 1، B 0 1 2 C 0 0 minus 5. نجي نعوضها بالمعادلة العامة اللي نكتبها كلينيال دي كومبينيشن، لينيال كومبينيشن A1 A فاكتور زائد A2 B فاكتور زائد A3 C فاكتور equal to 0. نعوض عن قيم كل واحدة من المتجهات، من عندها نجد بأن 2 A1 equal to 0، من عندها A1 equal to 0، 3 A1 زائد A2 equal to 0، من عندها A2 تساوي 3 A1 وتساوي 3 ضرب 0، إذا A2 مساوي إلى الصفر. نجي إلى المعادلة الأخرى اللي هي ناقصا A1 زائد 2 A2 ناقصا 5 A3 equal to 0، من عندها 5 A3 equal to minus A1 plus 2A2. نجي نعوض عن قيم الـ A1 اللي وجدناها والـ A2 اللي وجدناها من أجل إيجاد الـ A3. نجد بأن في النهاية بأن قيمة الـ A3 equal to 0، وبالتالي فإن الـ A1 equal to A2 to equal A3 equal to 0. So that the factors are linearly independent. إذا هاي من خصائص الـ linearly independent أن تكون كل قيم السكيلر اللي هي متمثلة بالسمول A1 و A2 A3 equal to 0. فرع اللي A equal A factor equal to 1 minus 2 3 و B عندنا minus 4 1 7 C factor equal to 0 10 11 B equal كفاكتور 14 3 minus 4. The solution مالتهم D can be expressed in terms of other factor.
الدين نقدر نشكلها من المتجهات الأخرى الموجودة عندنا اللي هي A و B و C. إذن ليش يساوينا 2A minus 3B plus C؟ من عدها أقدر مباشرة إذا وجدت أنه متجه أحد هذه المتجهات يمكن تشكيلها من متجهين أو أكثر من المتجهات الأخرى، مباشرة أستنتج بأنه المتجهات not linear independent، يعني linearly dependent. الموضوع الآن هو الترانسفورميشن بين فيسز، الانتقالات ما بين الفضاءات، أو شلون أقدر أتحول من فضاء إلى فضاء آخر بين مجموعة من المتجهات بدلالة مجموعة أخرى من المتجهات. قد أفرض أنه E1, E2, E3 هذا اللي عندي أساسيا، أريد أعبر، ممكن أن أعبر عن واحد من الأساسات بدلالة الأساس الآخر، لفكترز E1 E2 E3 كان بيرتين in terms of the E1 E2 E3. شلون أقدر أنا أعبر عن E1 E2 E3 بدلالة E1 E2 E3؟ يعني أنا الآن عندي فضاء، وهذا الفضاء لي منظومتين من الأسس، هذا الأساس أقدر أعبر به بدلالة الأساس الآخر، فأجي أقول E1 equal to A11 E1 plus A21 E2 plus A31 E3. هاي بدلالة من عبرت عن E1 بدلالة E1 والE2 والE3. زين أقدر أعبر عن E2 أيضا، أقدر أعبر عنها بمثل ما عبرت عن E1 والE3 أيضا أعبر عنها. Taking a typical factor X in V which can be written as، الآن أنا عندي X، زين أقدر أعبر عنها بمنظومة معينة متمثلة باللينير كومبينيشن في الأساس الأول، أقول الـ X تساوي X1 E1 plus X2 E2 plus X3 E3 and also X equal to X1 E1 زائد X2 E2 زائد X3 E3 We can use the transformation 1 to give him نقدر الآن أجي أعبر بدلالة E1 أعوضها بالمعادلة رقم 3 الموجودة، وين الموجودة بالمعادلة رقم 1، أتوصل بأن قيمة X تساوي كما موجود في المعادلة 4. الآن أقارن معادلة 4 مع معادلة 2، شوجد أوجد بأن الـ X1 تساوي A11 X1 زائد A12 X2 زائد A13 X3 نفس الشيء بالنسبة لـ X2 من عندها الـ X3. إذا أقدر أعبر عن هاي المعادلات الثلاثة، أقدر أعبر عنها بنظام الماتريسيز المصفوفات X1 X2 X3 equal to matrix بدلالة A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 مضروبة في X1 X2 X3. من عندها أوجد بأن X equal to AX dash. شلاحظ ألاحظ changing from one basis to another is equivalent to the soft transformation the coordinate by multiplying. وجدت بأن التغيير من أساس إلى آخر هو مكافئ إلى التحويل من نظام إحداثي مطلوب بماتريكسز اللي هي X equal to AX dash. هاي ايش تعطيني؟ تعطيني بان الاكس داش اللي هي تساوي لي ب
bx double dash يعني معناها أقدر أيضا اللي حولته من نظام x equal to ax dash أقدر أيضا أحوله من نظام x dash equal to bx double dash. وعندي عادة عندي ال x dash اللي موجودة بالمعادلة رقم 7 أقدر أعوضها في المعادلة رقم 6 أو جدي أن ال x equal to abx double dash. لهنا تنتهي محاضرتنا الثانية. إلى اللقاء فيما